وانتوا نازلين مطار الدار البيضاء لا تفوتكم بسكورة فيها مطعم فنان. يا انت طالع المطار ولا راجع مر عليه. مطعم جنان ضخم ومتسع ومتخصص في الطواجن ولا يفوتكم لحم المعيز اذا جيتوا هنا اطلبوه. هذا الطواجين الماعز. يا سلام. وهذا المشويات في الوسط. تبغى تشوف كازا من الاعلى نطلع الى اعلى برج في الدار البيضاء كويس انت. من عجائب كازابلانكا دورة المياه هذه. بوريكم اطلالتها. دورة مياه في المغرب. هذه اطلالة فندق 5 نجوم. ما هذا يا كازابلانكا؟ دورة مياه هذه اطلالتها. هذا جانب من جمال كازابلانكا، الدار البيضاء، ممشى رياضي وحديقة على امواج المحيط الاطلسي. بعض المطاعم والمقاهي المطلة على شاطئ الدار البيضاء على المحيط مباشرة. هنا المغرب، هنا الدار البيضاء في وجهها الجديد. الله، والمسبع على المحيط. صلاة الجمعة في واحد من أكبر مساجد العالم، جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء. جوهرة مغربية على الماء، هذه المئذنة الشامخة تمتد في السماء 200 متر بناية من 66 طابق ناطحة سحاب. اليوم حنا في ضيافة طاها في المغرب. مرحبا بك. الله يسعدك. وعملت لنا هذا الطبق المغرب الأصيل استريح طاها. فاللي ما جرب الكسكس من أيادي مغربية في بيت مغربي ما يعرف الكسكس. اليوم الجمعة ومن الأشياء الضرورية في المغرب الكسكس يوم الجمعة، والكسكس ما يحلى إلا بالتغميرة دياله. يا سلام. كثيرا ما كنت فاهم الكسكس إلين يسقونه بهذه التغميرة، اختلف الطعم معاي 100%. ومن الأساسيات في المغرب الأتاي وأطباق الحلا. لكن هذه 3 أنواع. البهلة. وهذه هذا الفقاس. فقاس. وهنا هذا صابلي. بهلة وفقاس وصابلي. ونبدأ يومنا مع طبق المسمنة المغربية، عبارة عن دقيق ناعم وملح وزبدة، وينضاف عليها العسل. وصباحكم سعيد من المغرب. من الأشياء الجميلة في المغرب محطات الاستراحة في الطرق، فيها مطاعم ومقاهي بعرض لكم إياها. هنا السوبر ماركت، في هذه الناحية المطعم والمقهى والجلسات، المسجد، ألعاب أطفال. وصلنا إلى مراكش الحمراء، استقبلونا بالأهازيج المغربية. من الأشياء الجميلة في المغرب يستقبلوك بالتمر والقرقاع اللي محشي باللوز ومع الحليب، هذا من كرم الضيافة المغربية. من الأماكن المميزة اللي أنصحكم تزورونها إذا زرتم مراكش، المقاهي المطلة على ساحة الفناء، وهي بالفعل ساحة الهنا مو الفناء، عالم من البهجة. فنا متنفس لأهالي مراكش عبر الزمن، أنشأها المنصور الذهبي في عهد السعديين وكان بيسميها الهنا، ولكن جاء الطاعون وقضى عليهم فسموها الفنا. حوريكم العجائب في هذه الساحة اليوم. مراكش مهد الحضارات المغاربية، عاصمة المرابطين والموحدين ومدينة السعديين والعلويين. مرور هذه الحضارات لم يكن مرور عابر في مراكش، بل ترك البصمة الباقية الخالدة. هذه المئذنة الشامخة نحكي قصتها في المقطع القادم. من عجائب مراكش هذه الفنادق القديمة، عمرها مئات السنين، 600-700 سنة. شوفوا نظام الغرف في الأعلى، وفي الأسفل تلبق سيارتك اللي هي دابتك جمل خيل وتطلع تنام في الأعلى. من أسرار الضيافة المغربية هنا موجود 4 أطباق. ليش؟ لأن الأكل على 4 مراحل: حريرة، لحم مشوي، كسكس، وبسطيلة بالحليب. هنا المغرب. البداية مع الشربة الملكية المغربية الحريرة، خليط من الخضروات، وجبة لحالها. وصل الطبق الثاني، المرحلة الثانية اليوم يا شباب، الأكل على مراحل. وهذا اللحم المشوي على الطريقة المغربية. تبارك الله. المرحلة الثالثة يا شباب، ايش تتوقعون الطبق؟ كسكس بالدجاج بالسبعة خضار. وهذه بصل معشل. هذه يسمونها التفاية، تنحط مع الكسكس. وصل الطبق هذا كم يا شباب؟
الرابع الرابع ما شاء الله افتح هذا طبق يسمونه الجوهرة اللي هي بسطيلة بالحليب بسم الله العافية هذا نسميه احنا الجوهرة بالحليب بالجوهرة واللوز والسكر شباب تسمعون صوت التهشيم يا سلام يا سلام هذا زواج مغربي كذا يزف العروسة إلى بيت زوجها هذا المحمول يسمونه العربة والعربية مكان جميل في مراكش قصة التحول من القوة إلى الضعف من الملك إلى الأسر بيت المعتمد حاكم أكبر دولة من دويلات الطوائف مملكة إشبيل على حائط هذا الجدران قصة الملك الأسير هنا كان واقف مع وزيره أبو بكر بن عمار يتشاطرون بيت من الشعر قال صنع الريح من الماء زرد ما عرف يرد الوزير فردت اعتماد وكانت جارية لا يعرفها قالت أي درع لقتال لو جمع فبدأت قصة الحب وتزوج معتمد بن عباد في باحة قصره ومع عشيقته وزوجته اعتماد الرميكية وفي هذا المكان انتهت قصة المعتمد الملك الأسير من حياة القوة إلى الضعف من الغنى إلى الفقر من الحكم والملك إلى الأسر هذا قبره وهذا قبر زوجة الاعتماد الرميكية التي شاركته في نعيمه وفي بؤسه وهذا قبر ابنهم الصغير الربيع حتى أن المعتمد رثى نفسه ويقول قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت بأشلاء ابن عباس جلسة مراكشية لكن غير في وسط حديقة غناء من الزهور ما تشم إلا الروائح العطرية وتسمع زقزقة العصافير الدلة عربية والفنجان أمازيغي والجلسة أندلسية الله الله فصيلها المغربية لا يأكلها إلا كبار ضيوف المغرب نستطيع أن نختصرها عبارة عن سمبوسة كبيرة مكونة من إيش؟ مكونة من الشعيرية وأيضا ورق السمبوسة والحوت شوفوا الجمال والفن والإطلالة بستانة مول أحدث مولات مدينة مراكش وهذا الفندق تابع للاعب العالمي كريستيانو رونالدو جميلة يا مراكش الطبيعة تتحدث في مراكش الثلوج تكسو جبال الأطلس ونهر أوريكا يخترق هذا الوادي الأخضر الجميل جولتنا اليوم في مراكش الحمراء على ظهر الخيل قافلة تسمى الكوتشي بوريكم فن المعمار المغربي بأبهى حلله الزليج المغربي الجبس خشب الأرز المقرنصات هذا القصر عمره مئات السنين بهو الرياض السعيد في مراكش شوف يا أبو فهد شوف الفخامة شوف التاريخ شوف الزليج اللي بيشتغل باليد يا الله شوف الخشب من مئات السنين لا نجارة ولا مكاين كل شغل يد مغربية تبغى تجربة مميزة في مراكش اسأل عن مقهى الباشا هذا المكان مرحبا بيك عالم آخر من القهوة شوفوا بس كيف النظام الترتيب المعمار حاجة ولا أروع هنا تستلذ بالقهوة هذا المكان فيه أغلى وأفخم أنواع القهوة في العالم فيه أكثر من 60 دولة كل دولة مكتوبة لكن أغلى قهوة هي القهوة العربية اليمنية يحق لها يمن يحق لكم يا يمن كل شيء هنا مشغول باليد جبس مزخرفات نقوش سقوف غروب الشمس في أجمل مدن أفريقيا مدينة البحر مدينة المحيط مدينة التلال هنا أفريقيا وهناك أوروبا الأندلس من يعرف هذه المدينة؟ مدينة الأساطير سحر الطبيعة في المغرب جمال المكان وجمال الإنسان سلام عليكم سلام كيف حالك أخي؟ الحمد لله لقاء خفيف الحمد لله من أين أنت؟ من مدينة طنجة مستمتع؟ الحمد لله ما شاء الله سنبيع. الاسم الكريم عبد السلام الخراسي أنعم وأكرم أنتم من أنتم؟ نحن من الخليج من السعودية والكويت وقطر والبحرين الخليج كله بإذن الله كل الخليج تحبه كل الخليج يا شيخ تستاهل حضن هذا المكان في المغرب من عجائب الجغرافيا نهاية البحر الأبيض المتوسط وبداية المحيط الأطلسي هنا يلتقي البحر
في منظر عجيب في طنجة. نحن الآن في قمة الجبل في حديقة الرميلات، بوريك مكان لا يمكن أن تشاهده إلا في ناشونال جيوغرافيك. الله الله، شوفوا الجمال، شوف الطبيعة، الطبيعة هنا تتكلم تتحدث، جبل وغابة وغيم وبحر، والتقاء قارة أفريقيا مع أوروبا، هناك أوروبا عند السفن. بأخذكم لمكان مميز في طنجة، خلكم معي نصعد. وبعد الصعود هذه النتيجة، إطلالة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في منطقة جميلة في طنجة، أنصحكم تزورونها، مقاهي مطاعم، إطلالة خرافية، طبيعة في طبيعة. شوف الجمال، شوف المغارة، هذه الفتحة على المحيط، إذا قلبتها تعطيك قارة أفريقيا، وإذا تمعنت فيها كأنها رجل يصرخ. هنا شوفوا فمه وخشمه وكأنه لابس طاقية، لكن هي بالفعل قارة أفريقيا مقلوب. في طنجة واحد من أقدم المقاهي الشعبية في العالم، إطلالته خرافية ولو من اسمه نصيب، مقهى الحافة على حافة قارة أفريقيا، مواجه لأمريكا والأوروبا. هذا المقهى قديم، عمره أكثر من 100 عام، تخيل 4 أجيال عدت على هذا المقهى. شوفوا الفن، شوفوا الذوق، شوفوا الترتيب، هذه أحد الأزقة في البلدة القديمة في طنجة. الله يا طنجة، شروق الشمس في طنجة. الفندق هذا مرتب جميل، اختيار الألوان جدا هادية مريحة للنفس. شوفوا طلالته، طلالته على البحر، المسبع على البحر. لقاء التاريخ مع الجغرافيا في المغرب، هذا جبل موسى، نسبة إلى موسى بن نصير، والمقابل له هناك في عدوة الأندلس أسبانيا اليوم، جبل طارق، طارق بن زياد فاتح الأندلس، وهذه أقرب نقطة ما بين قارة أفريقيا وأوروبا، 13 كيلو متر تقريبا. مدينة سبتة في أقصى شمال المغرب، بقعة صغيرة في حسابات الجغرافيا لكنها كبيرة في حسابات التاريخ. عبر الزمن هذه البقعة رأس الحربة لفتح الأندلس. طريق إلى شفشاون، لا يفوتكم هذا المكان الجميل، بحيرة سد النخلة. شوفوا كيف الطبيعة، وحنا في فصل الشتاء، كيف هي في فصل الصيف وفي فصل الربيع. سمعتوا بالجوهرة الزرقاء في المغرب؟ هذه الجوهرة الزرقاء، الثغر الباسم، غرناطة الصغرى، المدينة الزرقاء شفشاون. هذه المدينة بنيت في أحضان هذه الجبال وكأنها تحتمي فيها، سكنها الأندلسيين. ومن العجائب أن قصة الأندلس بدأت من البليدة هناك في أعلى التل، التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد وخططوا للفتح الإسلامي للأندلس. ومن العجائب أيضا انتهت قصة الأندلس في هذه المدينة الزرقاء. هنا سأتوقف قليلا، سأتسكع قليلا، هذه أزقة شفشاون، الجوهر الزرقاء، واللون الأزرق ذا له قصة نحكيها بعد قليل، لكن شوفوا الفن. في أزقة شفشاون وجدنا هذا الأندلسي من الزمن الجميل. أنت كم صار لك هنا؟ 500 سنة؟ 600. الله الله، سر الحياة في مدينة شفشاون، هذا النهر الجاري ينبع من عين واحدة من وسط الجبال، إلى الآن ما يعرفون سر هذا الماء، عليه المقاهي والمطاعم والجلسات هنا شفشاون. شوفوا جمال الأزقة في شفشان، غرفة في الممر بيسميها غرفة العزاب أو العازب. لماذا؟ لأنها عازب لازم يتزوج. أيوة، يتزوج ممكن يسكن مع العائلة. أها، يسكن مع العائلة. يعني العازب يطلعونه في غرفة لحاله هنا خاصة، وإذا ما في غرفة خاصة وين يودوه؟ السطح، السطوح، في غرفة خاصة. وصباح الجمال من عروس الشمال طنجة، افطارنا على هالإطلالة الرائعة، مدينة التلال، المدينة الباسمة، هنا المحيط الأطلسي، هنا البحر المتوسط، وهناك أسبانيا، الأندلس. هلا وسهلا. هذه ايش يسمونها اللي لابسها؟ الشاشية. الشاشية. الشاشية الجميلة. يا سلام. نودع عروس الشمال طنجة، وفي الاتجاه إلى الرباط عبر القطار الفائق السرعة، البراق. نحن أمام
أهم معالم العاصمة الرباط، برج محمد السادس على ضفاف نهر أبي رقراط. وهذه محطة قطار البراق في الرباط، وكأنها مول، مطاعم، مقاهي، المكان فخم. جولة في نهر أبي رقراط ونشوف الرباط من البحر، من النهر. هذه المنطقة اللي يلتقي فيها النهر في المحيط الأطلسي، وهذه أشهر قصبات الرباط، قصبة الوداية، فيها سكن الأندلسي. تبغى تعيش التجربة المغربية؟ اسكن في الرياض. أنت تسكن في التاريخ، تسكن في التقاليد. جلسة مغربية أصيلة، المسمنة والآملو والعسل والفواكه والأتاي. صباحكم مغربي. تبغى تعيش تجربة فريدة في المغرب؟ اسكن في الرياض. عبارة عن دور قديمة، هذا الدار عمره أكثر من 150 عام، أعادوا ترميمه وأصبح فندق. احنا أخذين سويت عدة غرف، هذه الغرفة الرئيسية. وعيش المغرب. يستقبلونك باللبس الأمازيغي، تغسل يدينك، هذا في الدخول. أما في الخروج يعطرونك. هذه سلطة تقليدية، هذا نقولوا لها زعلوك. زعلوك يسموها في الأول سلطة دادا. أبو عبد العزيز، هذه زعلوك اللي بعدها يرضوك. أجيل لحم بالبرقوق. يا سلام يا سلام. دجاج ليمون تخصصك يا أبو عبد العزيز. هذه محبوبة الجماهير، الرفيسة. يا سلام. المغربي بالبصل والعدس والبهارات. يا سلام. الرفيسة ذي عبارة عن زي القرصان لكن خطيرة في الدماغ. مي مجرد بوابة، تقدر تقول لوحة فنية، وهي مثال على نمط العمارة المغربي من الزمن الموحدي. الزركشات، حدوة الحصان، وهي في مدخل قصبة الوداية. وشوف إطلالتها، البوابة تطل على مدينة الرباط، ومدينة الرباط جمعت ما بين الماضي والحاضر. تبغى تزور الأندلس بدون تذاكر طيران ولا تأشيرة؟ زور قصبة الوداية في الرباط في المغرب. الدور بيضاء وكأنك في قرطبة، محلات الهدايا، وهذا أول جامع بني في الرباط، الجامع العتيق. رأيك يا أبو مالك بطبيعة الرباط؟ من أجمل مدن المغرب، طبيعة وتاريخ وحضارة ومحيط ونهر، لكن ليه سموها الرباط؟ المرابطين أسسوا مراكش، الموحدين اهتموا في مدينة الرباط، وأبو يوسف يعقوب المنصور سماها رباط الفتح تيمناً بالفتح الإسلامي، فسميت اليوم بالرباط. يقول لك إذا أراد العظماء أن يخلدوا أسماءهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. فأبو يوسف يعقوب المنصور أراد أن يبني أكبر جامع في العالم الإسلامي في وقته، حتى عدد سواريه على عدد أيام السنة 365 سارية، ولكن وافته المنية قبل اكتمال المشروع. ابنه اللي جاء بعده ما كان مقتنع بالمشروع، فحول الميزانية إلى مصارف أخرى. وهذا واحد من أهم معالم مدينة الرباط وسلا، برج محمد السادس، أطول بناية في أفريقيا، 250 متر في السماء. الطبيعة هنا أوروبية، وهذا الترام يعبر نهر أبي رقراق. أبغى رأيكم، ما هي أشبه بلوحة فنية؟ شوفوا النهر أبي رقراق له من اسمه نصيب، مصبه في المحيط، قصبة الوداية، السور الأندلسي. بيقول لك الرباط ما فيها شيء، عاصمة إدارية، كل هذا ما فيها شيء. العرجات في الرباط، وبنت طالع من الرباط وسلع على طريق مكناس وفاس، يقدمون اللحم المشوي. طول ما انت ماشي يبشرون عليك، يمكن تاخذ لفة تشبع ما تشتري. طب انا لما اخذ واذوق اذوق شبعت خلاص. باخذكم المكان جميل في المغرب، مثل سوق الطباخة في المدينة، تجلس على الطاولة والمطاعم تخدم عليك، تختار اللحم الطازج ويشوونه لك. هنا المشاوي من كل نوع. وإذا جيتوا هذا المكان لا تنسون أبو ريان، أحسن واحد في السوق. وهنا لحم الخرافة المشوية. المكان شعبي بامتياز، فلا تتوقع أنك تلقى طاولات خمس نجوم، لكن كل شيء طازج مولع. رأيك في المكان يا أبو مالك؟ شوف الحرارة. يا سلام، أبو مالك عنده حساب في التيك توك، تابعوه.
وين الوجهة يا أبو فهد؟ الوجهة على الخريطة. طبعًا إحنا رحلتنا قسمين، القسم الأول خلص، نزلنا الدار البيضاء وانطلقنا إلى مراكش وزرنا أغماط والمناطق المحيطة فيها، بعدين أخذنا القطار إلى طنجة وزرنا المناطق المحيطة فيها. اليوم الجزء الثاني من الرحلة، موجودين في الرباط، حننطلق إلى مكناس نأخذ فيها ليلة أو ليلتين، منها إلى فاس ليلة أو ليلتين، منها إلى سويسرا المغرب إفران، منها إلى الشمال شفشان وأقشور، بعدين على تطوان مارتل المضيق الفنيدق سبت القصر الصغير، ونرجع طنجة مرة أخرى. الرحلة ذي ممكن تأخذ منا من 10 أيام إلى 12 يوم. الدنيا هانية ما ورانا شيء، في ربوع المغرب. المغرب اليوم أصبحنا في مكناس، مدينة المولى إسماعيل، مدينة التاريخ، الأبواب العتيقة. اخترنا السكن في رياض، مرتب في مكناس، كل شيء من الزمن الجميل وفاخر. 5 نجوم هذه غرفتي. طراز مغربي فاخر، تفتح البوابة على البهو، الإضاءة ذي اللي احنا نشوفها طبيعية جاية من الأعلى من السماء. في هذا المكان مدفون واحد من أقوى حكام المغرب، بل من أقوى حكام العالم، المولى إسماعيل، المؤسس الحقيقي للأسرة العلوية في المغرب. هذا المولى حكم 55 عام، ومن قوته تحارب مع 4 دول 4 ممالك، مع الأتراك ومنع وصول الأتراك للمغرب، ومع الإنجليز ومع البرتغاليين ومع الأسبان، وهو اللي حرر شمال المغرب من الاستعمار البرتغالي والأسباني. هذا الحي الأندلسي في مكناس نسبة إلى الأندلسيين اللي هاجروا من الأندلس بعد السقوط واستقروا في هذا الحي، مساجدهم مدارسهم. على الطريق إلى إفران توقفنا فين؟ بوفكران. الطواجن حاضر، الله 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 الله، ونفس الكلام، تختار اللحم يقطعوا ليك ويشوه على المجمرة جاهز. هنا النتيجة، تسوي دايت قبل تيجي المغرب وانت ماشي بعد تسوي، حيزيد وزنك، حيزيد وزنك. وصلنا إفران، سويسرا المغرب. إفران مدينة سياحية بنيت في أحضان الجبال، بنيت على طراز أوروبي، بناها المستعمر الفرنسي كي تذكرهم بديارهم. اليوم تعج بالسياح، وأيضا فيها السياحة الثلجية، حنصورها في المقاطع التالية. فيها هذا الشارع الحيوي النشط، باردة شتاء ومعتدلة صيفا. هذا الزحام على أسد إفران، تمثال منحوت على شكل أسد، ويعتبر رمز من رموز مدينة إفران. المدينة سياحية بامتياز. البيوت في إفران على نمط الطراز الأوروبي، السقف من القرميد وعلى شكل مثلث عشان وقت تساقط الثلوج يسهل إزالتها، لذلك سموها سويسرا المغرب. على الطريق وجدنا هذا الأسد الثلجي بالقرب من إفران في مشليفي. بمجرد عبورنا هذه البوابة يعود فينا الزمن 1200 عام. فاس القديمة تصنف كأقدم بلدة قديمة في العالم، ولا تزال عاملة إلى اليوم، فيها 12,000 زقاق و20,000 داع، بنت التاريخ، ملهمة العمران، محج العلماء. شوفوا جمال الحوائط في فاس، اليوم جميلة كيف قبل مئات السنين. مراحل الديكور المغربي، الزليج، الجبس، المزخرفات الخشبية، وهذا واحد من أندر الأبواب في المغرب. شوفوا الدقة، شوفوا العمق، كل هذا باليد. هذه المنحوتات شواهد على القبور. جمال الأزقة في فاس، المساجد في كل مكان، وهنا الماء، سبيل الماء. طبعا هذا شغال له اكثر من 800 سنة. كيف نقطه مطر، هي مهوله من الازقه. لا بغضيع، تدخل مع زقاق تطلع مع ناحيه اخرى. طبعا لبس ابو مالك للشنطه هو اللبس الصحيح في الاماكن المزدحمه، حرس ولا تخون. وين رايح ابو مالك؟ يا ولد بغضيع، انت بغضيع. المتين ما يقدر يمشي مع هذا الزقاق. خلاص حنطلع مع ناحية أخرى. إيوة على... طب أنت عارف وين رايح؟ ما أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أفضل الماكلة، إيوة، على سائر المواكل هو التريب. نعم، من الأطعمة اللي كان يحب أفضل النساء
على عائشة. الله أكبر. رضي الله عنها. طبعا الثريد من الأكلات اللي كان يحبها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي شهيرة في فاس، تعجن وتوضع على هذه مع الحرارة وتوضع هنا، وبعدين يحطوها مع المرق ومع الأطباق جاهزة للأكل. هذا يسمونه في المغرب القراب، نسبة إلى القربة، نسميه في المدينة السقة. إلى قبل 30-35 سنة موجود في المدينة عند المسجد النبوي. كيف الموية؟ سنة بالديرة. ديرة؟ هذا الجامع ما انقطعت فيه الصلاة من 1200 عام، جامع الأندلسيين في فاس، اللي أمرت ببنائه مريم أخت فاطمة الفهرية حفيدة عقبة بن نافع فاتح شمال أفريقيا. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وصدقة جارية. هذه صدقة جارية من 1200 عام. من أجمل الأشياء صوت القرآن ما ينقطع في فاس، تسمعه في المحلات في كل مكان. شوف يقرأ القرآن، أسأل الله الكريم أن يغفر له. فاس مدينة تجارية بامتياز، فكانت تجي فيها القوافل وفيها 170 فندق، هذا واحد من الفنادق. جماعة الخير، إحنا نتكلم عن شيء قبل 1000 سنة. تخيل أول ما تدخل هنا في المنطقة ذي المحيطة كانت الدواب، وفوق الغرف. شوف الفن، شوف هذا الميزان القديم اللي كانوا يوزنوا فيه البضائع، لأنهم يجوا يبيعوا بضائع ويأخذوا بضائع من فاس ويعودوا تصديرها. فنان المكان. جميل. زنقة الصباغين في فاس، أنت تعيش في التاريخ. هذه الصباغة التقليدية من آلاف السنين. هنا التاريخ يعود فيك 1000 عام. هذا سوق الصفارين، النحاسين، الأواني التقليدية. أكلة البصارة شهيرة هنا في فاس. ثوم. ثوم وفول وزيت الزيتون وتوابل. هي لذيذة صحية. وجبة كاملة مع الزيت. مع الزيت زيتون وجبة كاملة. السلام عليك. وقليل من التوابل، كمون وفلفل حار مع ليمون. قليل من الكمون ونصفا من الخبز، ونصفا من الخبز وقليلا من فلفل حار. ايش الاكله ذي يا ابو مالك؟ البصيله. حاول عافيه. شوربه فول. شوربه فول. تقدر تقول لها شوربه بصاره. بصاره. إذا ذكر السجاد الإيراني الفاخر تذكر الزربية المغربية الفاسية. الفاسية، يا سلام عليك. هذه شحال من ثمن سعرها؟ 22,000 درهم. 22,000 درهم، يعني حوالي 7,000-8,000 ريال. شغل يد كاملة. فاس بلد العجائب، وهنا أقدم مدبغة في العالم، عمرها حوالي 1200 عام ولا تزال تعمل إلى اليوم بنفس الطريقة التقليدية. هذه أحواض الجير اللي يفصلوا فيها الجلد عن الصوف، وهذه أحواض الصباغة اللي يحطوا فيها الألوان، تستمر 7 أيام حتى تكسب ألوانها، وهنا ينشفوها. هذه النتيجة النهائية، هذه يسمونها البفة، كرسي من الجلد والحقائب وجميع المشغولات الجلدية. هذه يسمونها الميدة، يحملون عليها العروس والعريس. وهنا حقت الحنة، هذه اليوم الحنة يحطوا فيها الحنة هنا والشمس. إلى الآن موجودة عندنا هذه، بس أنا ماني جالس أقعد. أيوة، واحدة من أجمل الساحات في فاس القديمة، ساحة النجارين. شوف الفن، شوف الإبداع، سبيل الماء، المحلات محيطة بالساحة. فاس مصنع المغرب. صاحب هذا القبر كلكم تعرفونه، له قصة مأساوية في التاريخ. كم من أغنى ملوك الأرض والأكثر رفاهية وانتهى به الحال مقبورا في تلة مقابل فاس. أبي عبد الله الصغير آخر حكام غرناطة في الأندلس. الله، إيش الإطلالة الجميلة. في شاعر نسيت اسمه يقول: فاس التي بجمالها وخصالها فاقت بلاد الغرب على الإطلاق. قبور المارينيين، فيها أكبر بلدة قديمة لازالت معمورة إلى اليوم، سور مدينة فاس. اليوم صباحنا غير، صباحنا أندلسي، لكن في المغرب. صباح الخير يا ابو مالك. لا اسالني متابعينك الطبق هذا. هذا مو حرير جديد، اول مره اشوف حريره بيضاء. حريره بيضاء. احنا نايمين في الرياض نسمع هذا الصوت. مشينا مسافه 200 متر وجدنا هذا الجمال.
شلال خلف الرياض في تطوان. الثلج مهولة يا ابو مالك. في مثل يقول لك وحدة بوحدة والبادي. لا وصلنا مستوى السحاب وشوفوا جمال الطبيعة في شمال المغرب. هذه أرياف مدينة تطوان، أنهار وبحيرات وجبال خضراء وثلوج مد البصر. فترة استراحة مع الكحلة المغربية، هذه هي الكحلة، القهوة السوداء في المغرب يسمونها كحلة، وإطلالة ولا أروع، طبيعة ساحرة. هذه الحمامة البيضاء تطوان. يقال أنه هذا أول مسجد بني في المغرب، واللي بناه البطل المسلم طارق بن زياد فاتح الأندلس. وهذا المسجد من الداخل 1300 سنة ما انقطعت فيه الصلاة. الله. الحمام جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية. هذا حمام النساء وله مدخل سري. هذا المدخل السري لحمام النساء ويسمونه باب العرائس، لأن العروس في يوم زواجها تيجي للحمام معها ثلاث أربع صحباتها، يعني يقولون تخاف من العين ومن باب الستر أيضا، فبعد ما تستحم أيضا يخرجون ثلاثة أربع إلى قصر الأفراح. هذا درج لكن ما هو أي درج، أنت في شفشاو مدينة الفن والجمال. تخيل هذه دارك وراجع لها، شوف الفن والجمال في هالمدينة. هذا جامع ريف الأندلس نسبة إلى الأندلسيين اللي شيدوه. حتى الشارع اسمه شارع غرناطة. باب المسجد وهنا مسجل جامع ريف الأندلس، بني على يد الأندلسيين النازحين إلى المدينة سنة 947 هجرية بعد سقوط الأندلس. من الأشياء الجميلة في شفشاون وهي عادة أندلسية، الدور الأول يبقى للماشية لأنه في الشتاء هنا الجو بارد، وإلى الآن باقي هذه العادة. شكرا لك. التفاصيل الجميلة في شفشاون إيش تلاحظون على النوافذ؟ موجود مصدات عشان صاحبة الدار إذا نظرت من النافذة تنظر من طارق الباب ما تنكشف على الجيران. زرقة لا متناهية في شفشاون، في الأزقة، في الدراج، حوائط الدور، واللون الأزرق ذا له قصة. يقال إنه فيما مضى من زمان ضرب المنطقة وباء الملاريا، وتعرفون البعوض والذباب هو اللي ينقل الملاريا، فيقال إنه البعوض يكره اللون الأزرق يفر منه، فصبغوا المدينة باللون الأزرق فأصبحت الجوهر الزرقاء في المغرب شفشاون. أبو مالك هذه يسمونها الشاشية، وما تقدر تختار أي شيء وتلبس أي شيء، المزركشة للعزاب، فحدد مصيرك. باي باي. قلب شفشاون النابض، ساحة وطاء الحمام. بعد ما تنهي جولتك هنا المطاعم والمقاهي على هالإطلالات الجميلة، سموها وطاء الحمام لأن كان فيها سوق الخميس للفواكه والذرة. بعد ما يغادروا تبقى الحبوب فينزل الحمام يأكل هذه الحبوب. اليوم أصبحنا في مدينة جميلة في شمال المغرب، كل ما في هذه المدينة يذكرنا في الأندلس لأنه اللي عمرها الأندلسيين. تطوان الحمامة البيضاء، تابع معي المقطع التالي. جربت اللحم المبخر في المغرب، يبخرونه بعدين يتبلونه لك ويقطعونه بالهنا والشفا. شوف الجمال اللي حنا ماشيين فيه، هذا المضيق في شمال المغرب، الفنيدق والمضيق ومارتل ومتجهين إلى سبتة. كونوا معنا. سمعتوا بسبتة؟ هذه سبتة، ومنها انطلق البطل طارق بن زياد لفتح الأندلس، أرض مغربية تحت السيادة الأسبانية، ويعتبروها المغاربة اليوم محتلة. حندخلها اليوم بالشنقل ونبث من الداخل. ومن عجائب الجغرافيا السياسية، سبتة أرض مغربية تحت السيادة الأسبانية، مقابل لها على مسافة 13 كيلو جبل طارق أرض أسبانية تحت السيادة البريطانية. مشاهد لن تتمكن من رؤيتها إلا من بطل مدينة سبتة. هناك الفنيدق في المغرب، وهذه مدينة سبتة المحتلة أرض مغربية تحت السيادة الأسبانية، وهناك جبل موسى في المغرب نسبة إلى قائد الجيوش الإسلامية موسى بن نصير، وهذا مضيق جبل طارق، وهناك جبل طارق نسبة إلى البطل طارق بن زياد قائد الجيش الإسلامي في فتح الأندلس. كنا في المغرب في ظرف 200 متر، مسافة 200 متر اختلفت معاك أمور كثيرة، أولها اللغة والطبيعة، وبرضه حتى الأشكال تغيرت، حتى الساعة. فوق هذا الآن هنا في سبتة 6:30،
بينما في المغرب 7:30، الفرق بينهم ساعة. من عجائب سبته. يا صباح الخير. صباح العتاب. ويا صباح المسمنة والحرشة والأجواء المغربية الجميلة. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. هذه تطوان الحمامة البيضاء، هذا النشيد وحنا صغار في المدرسة في كتاب المطالعة. ننزل على الخريطة، اليوم تنتظرنا جولة جميلة في شمال المغرب. هذا الجزء في المغرب يعتبر مصيفهم جميل جدا. احنا موجودين في تطوان، عندنا طريقين الى طنجة، طريق سيار سريع وطريق الساحل الرائع الجميل. حناخذ الطريق الساحلي مرورا بمارتيل، المضيق، الفنيدق، سبتة زرناها امس، بعدين نكمل على القصر الصغير وننتهي في طنجة. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة. الجميلة هذه اسمها مارتيل، شوفوا كيف تكوين الطبيعة فيها، الجبال، السفوح الخضراء، الشواطئ المرتبة الأنيقة، النهر ويصوب في البحر. وهي أصلا اسمها مارتين، وهذا مارتين خال السيدة عائشة زوجة علي المنظري مؤسس مدينة تطوان، أسباني، فحرفت إلى مارتين. رائق هواء ما تبلش في المغرب. الكافي المتنقل، سيارة جاهزة، بس اطلب قهوتك وعيش حياتك. شاطئ كابو نيجرو، الحروف عربية ولكن المعنى أسباني، ماذا تعني؟ وهي امتداد للجمال الموجود في شمال المغرب. الله على الجمال والأناقة والترتيب والنظافة، كل شيء هنا في مكانه. هذا المضيق، هذا الشاطئ ما يتفوت، كل الطريق هذا الساحلي ما يتفوت. اللي يزور المغرب أنا أنصحه يمشي مع هذا الطريق، بينبسط. ربيع المغرب 2023، منطقة أسمير في الشمال. الفنيدق من المدن الجميلة في شمال المغرب، وملاصق لها سبتة، لكن ما تقدر تدخل سبتة إلا يكون معك جوازك وتأشيرة الشنغن الأوروبية لأنها تتبع للسيادة الأسبانية. بعد قليل حبث لكم من فوق جبل سبتة بإذن الله. بسارة مغربية، تقدر تقول فول. شو فول؟ ويظهر هنا جبل موسى بن نصير، ومقابل له جبل طارق بن زياد، وبينهم مضيق جبل طارق. في العادة العظماء تخلد اسماءهم بقصائد شعر بمباني، هؤلاء الجبال تشهد لهم. أمشي في قارة أفريقيا المغرب، ومقابل قارة أوروبا أسبانيا، وهذا مضيق جبل طارق، وهناك جبل طارق، وهذه أقرب نقطة ما بين القارتين، حوالي 13 كيلو ما بين جبل طارق وجبل موسى. مرحبا. أهلين. هذه هدية من الشعب المغربي الراقي، شكرا لك. صح. هذه عبارة عن إيش؟ مرحبا بك. شاشية جبلية. شاشية، الله، وأنا معي واحدة شاشية كبيرة صغيرة. هذه سأحتفظ بها سيارة. شكرا لك. في طنجة اخترنا السكن في هذا الفندق المريح، ألوانه فنانة، الفندق على المحيط والبحر. بوريكم غرفتي وكامل الغرف إطلالتها على البحر وعلى المحيط. أخذنا هذا السويت، صالة كبيرة مجهزين لنا الضيافة، دورتين مياه، غرفة النوم، إطلالة كاملة. بغيت على البحر وبغيت على المحيط وبغيت على طنجة. بوريكم غروب الشمس من الغرفة، والشروق أجمل وأجمل. هذا ساحل مدينة طنجة، الشمس في وجهنا، وهنا بغيت مضيق جبل طارق، بغيت المحيط الأطلسي، بغيت البحر المتوسط، وهناك طريفة في أسبانيا. من الأماكن الجميلة في طنجة حديقة مالاباطا، فيها ألعاب أطفال، مطلة على البحر، ومقابلها مقهى شهير اسمه كابتشينو، وبعده مطعم سوشي بوكس. المطعم هذا عجيب، ما عنده منيو ولا قائمة طلبات، انت تجلس ويخدم عليك، والبداية مع شربة شعير بفواكه البحر. طبعا هو مأكولات بحرية مما لذ وطاب. بدينا دوم معك بالمقبلات، الزيتون والشربة، وهذا العصير اسمه عصير الصمت. الصمت عبارة عن ايش؟ الزبيب والعنب والخروب، فراولة، صفرجي، وتفاح. نبدأ بالمرحلة الأولى. والمرحلة الثانية وصلت، طاجين السبانخ بالجمبري والمأكولات البحرية. وصلت المرحلة الثالثة،
السمك المشوي على الطريقة المغربية. الله. عيش حياتك. هذه مرحلة الحلال، فراولة، الكمثرى، وهنا السر. إيش تسموه هذا؟ هذه تشيشة، تشيشة الشعير. تشيشة الشعير، هذه حلوة شهر العسل، عبارة عن عسل حر. عسل حر وشعير وإيش؟ شعير وحبة البركة وسانوج وكبار يا سلام، المهم مجنونة. صباح الخير، واليوم يبتدئ فصل جديد من رحلتنا. هذا الفصل وهذه القصة استمرت 800 عام. اليوم تنتهي رحلة المغرب وتبتدئ رحلة الأندلس. سنعبر من طرف قارة أفريقيا من طنجة، سفينتنا بانتظارنا، إلى بداية قارة أوروبا الأندلس، أسبانيا اليوم. ومن طنجة في المغرب في أفريقيا إلى طريفة في أسبانيا أوروبا الأندلس على ظهر هذه العبارة. الوقت يأخذ يمكن 35 دقيقة، سعر التذكرة للشخص 35 يورو. نودع المغرب، بلد الأصالة والجمال، بلد الشهامة، بلد الكرم، بلد العطاء، ونتجه إلى الأندلس. وها نحن نعبر يوم مالك أشهر مضائق العالم اللي يربط ما بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا. هنا المغرب وهنا الأندلس، ويربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. عبرنا من عدوة المغرب عبر مضيق جبل طارق إلى عدوة الأندلس، وأول ما استقبلنا طريفة، نسبة إلى البطل المسلم طريف بن مالك، أول من وطأت قدمه أرض الأندلس، وإلى اليوم تسمى طريفة في أسبانيا.